هذه بلدة كفرنبودة التي تبدو أمامنا غيمة بيضاء من شدة القصف والتمهيد المدفعي الشديد من حواجز النظام المحيطة، بالإضافة إلى القصف العنيف الطائرات المروحية وبالطيران الحرب الروسي الذي أغار منذ الصباح إلى الآن على البلدة أكثر من 5 غارات. وكما نسمع الاشتباكات الآن على جبهة كفرنبودة في محاولة من قوات النظام للتقدم من عدة نقاط، الجهة الغربية والجهة الجنوبية والجهة الشرقية.